أقامت نقابة الفنانين في حلب أمسية موسيقية لفرقة حنين الغنائية بهدف تقديم الدعم للمواهب ودفع الحياة الفنية في المدينة للعودة إلى ألقها السابق، وخاصة في مدينة تتميز بمواهبها ومنها فرقة حنين التي جمع أفرادها حب الموسيقى والفن. هذه الفرقة نشأت على أول شرط، الحب اللي كان موجود بيناتنا، لأنه نحن أهل ورفقة قبل ما يكون في شيء عمل فني. بعد اللي دمجنا أكثر وخلى الروح تندمج أكثر مع بعضنا وتصير روح واحدة، هي الموسيقى ألفت بيناتنا وجمعت بين قلوبنا حتى نقدر نعمل عمل فني. وتأتي هذه الأمسية للوقوف أمام جمهور حلب وتقديم لوحات مميزة، وقد لاقى الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي كان له دورا كبيرا بأن يكون الحفل مميزا. نحن بنحب كل فترة أنه نحن نشوف جمهور حلب، نحن بنتعطش أنه نقدم المواهب الموجودة عنا، أنه نحن نفرجي الفن الموجود عنا. إذا صفق لك حدا حلبي كأنه صفق لك العالم كله، فالتفاعل كان كتير جميل كتير حلو. بظن الناس طافشة يعني بدها تسمع موسيقى، الناس الظروف اللي عم نعيشها كانت كتير صعبة واللي عشناها قبل كانت أصعب، نحن بحاجة نسمع موسيقى، وتفاعل العالم معنا كان كتير رائع، هذا الشيء خلانا نعطي أكثر. ويتم حاليا التجهيز لأعمال أخرى وأمسيات غنائية مستقبلية، إلا أنها تستغرق عدة أشهر لتظهر بحلة وأداء مميز يعشقه الحلبيون. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.